بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة زينة رمضان. احنا كنا عملنا مع بعض فانوس رمضان بينور، وكنا عملنا كمان غطا لعلبة المناديل بقماش الخيامية. النهاردة إن شاء الله هنعمل فرع الزينة الجميل اللي قدامنا ده، بسيط وسهل ومفهوش أي تكلفة. فيا رب ان شاء الله اتمنى ان هو يعجبكم. ما تنسونيش بقى في الشير وفي اللايك للفيديو علشان نرفع الفيديو ونوصله لاكبر عدد ممكن. ولو انت عندي لاول مره، فضلا وليس امرا، تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، زرار اشتراك او سبسكرايب، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله من فيديوهات القناه. عايز اقول لكم ان فرع الزينه ده انا نزلت بصراحه علشان اتفرج على يعني الزينة بتاعت رمضان، فلقيته لقيت فكرته ولقيته بصراحة بيتباع غالي جدا. قلت لا احنا نعمله في البيت يعني اوفر واحسن، وده كمان معمول من الكرتون، اي كرتون شيبسي او اي كرتونة قديمة موجودة عندنا نستغلها ونعمل بيها فرع الزينة اللطيف اللي قدامنا ده. ده يتعلق على الحيطة، يتعلق على باب. انا هنا بس حطاه في مسمار في باب الشقة فعلقته علشان اوريه لكم، لكن احنا ممكن نعلقه في اي مكان يعني. فندخل كده ان شاء الله بإذن الله على طول كده على الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه. خليكم معايا. عشان نعمل فرع الزينة ده هنحتاج ورق طبعا الكرتون زي ما قلت لكم من اي كرتونة، هنحتاج مقاسات مختلفة كده من دوائر على دوائر من الكرتون، كل مقاس هنحتاج منه 2 زي ما انتم شايفين كده. المقاس الكبير 2، المقاس الوسط دي انا عملتها هي بقماش الخيامية، المقاس الوسط هنحتاج منه برضو 2، والمقاس الصغير اللي بيبقى تحت خالص برضو هنحتاج منه 2. طبعا انا هعمل معاكم ان شاء الله واحده علشان نشوف مع بعض. انا كنت خلاص عملت دول خلاص بقماش الخياميه، بس انا هعمل معاكم واحده علشان تعرفوا يعني احنا ازاي بنلف ورق قصدي قماش الخياميه على ورق الكرتون. هنبتدي نجيبها كده من النص، هنفتح فتحه كده صغيره ونبتدي نقص كده زي ما انتم شايفين. هنقصها حتت كده علشان لما نيجي نتنيها على ورق الكرتون ما تبقاش مكلكعة يعني معانا، وتبقى سهلة ان احنا نتنيها وتدينا شكل الدايرة على ورق الكرتون وتكون مفرودة. فهنقص كده وهنلزق كله بمسدس الشمع. طبعا احنا دلوقتي بيسهل علينا كل حاجة بصراحة. نبتدي بقى نجيب كده مسدس الشمع ونبتدي كده نلزق. بسم الله اهو، بصوا شايفين سهلة ازاي. اي زيادات بقى بعد كده معانا او اي حاجة في القماش نقدر نقصها بعد كده بالمقص، تبقى سهلة جدا قصها بالمقص. نبتدي نلزق كده، هنمشي بقى على حتة حتة احنا قصينها ونبتدي نلزقها اهي كده. انا خلصتها كلها اهي. اي زيادة بقى هنا كمان معانا نبتدي نقصها بالمقص علشان بس ما تكلكعش لما هنيجي نتني الجزء التاني اللي من بره على الكرتونة فما يكلكعش مننا. نبتدي نلزق بقى مع بعض الجزء اللي من بره، نحط كده الشمع ونبتدي بس نحاول نشد ايدينا. تمام اهي، بصوا شايفين لما شدينا ايدينا اهي برضو لو في اي زيادة او اي حاجة كل ده برضو احنا برضو هنقصه بالمقص. نبتدي بقى نلزق كده اهو، واحنا بنلزق كده ممكن نعمل يعني بنعمل كده كسرات في القماش علشان تدينا شكل الدايرة، يعني شايفين الكسرات اهي في القماش علشان تبقى مفرودة وتدينا شكل الدايرة مظبوط. ونحاول برضو زي ما قلتلكوا كده ان احنا نشد ايدينا في القماش، نحاول نشد القماش. انا كده خلاص اهي خلصتها. هنجيب بقى القماش الزيادة كده اهو، هنبتدي نقصه كده اهو بالمقص، يتقص معانا كده اهو بسهولة اهو.
طبعا كل اللي جوه ده هيتدارى، لان احنا هنحط عليها الكرتونة التانية نفس مقاسها، فمش هيبان اللي جوه ده، بس احنا بنقص الزيادات علشان ما تبقاش باينة من النص. او بصوا شايفين شكلها بقت مشدودة ازاي اهي، هنحط عليها بقى التانية ونلزقهم الاتنين مع بعض بالشمع. جبت هنا بقى انا خلاص خلصت كل الحلقات من الكرتون، عملتها كلها بقماش الخيامية. معايا هنا بقى شريط ستان، نحب يعني نقدر نجيب منه اي لون، انا كنت حابة اللون الاصفر. ومعانا حلقة عشان الحلقة دي اللي هنعلقها على المسمار. معانا كمان ورق الفوم اللي هو اللي بيلمع اللي هو الجليتر. انا قصة شكل هلال، قصة كمان نجمتين، وكمان شكل الفانوس اللي احنا هنحطه من تحت في اخر خالص فرع الزينة. نبتدي بقى نعمل كده مع بعض، نشوف بقى هنعمل ايه. هناخد بقى حلقة واحدة من الحلقتين الكبار اللي هيبقوا فوق خالص، وبعدين هنجيب شريط الستان، والمفروض ان احنا هنحاول ان احنا نخليه في النص بالظبط، هندخله جوه الحلقة زي ما انتوا شايفين كده، ونلزقه بعد كده بالشمع، وهنخليه في منتصف الحلقة بالظبط، يعني يكون الشريط الستان ماشي معانا في نص الحلقة. طبعا طول الحلقة من فوق او طول شريط الستان من فوق زي ما انتوا حابين تخلوه، يعني الجزء اللي من فوق اللي بيتعلق منه ده حابين انها تكون الحلقة بعيدة شوية عن الجزء يعني او فرع الزينة اللي احنا عاملينه، بس انا شايفة كده ان هو طول مناسب، وهي كده يعني طولها حلو. يعني طبعا لون شريط الستان ده زي ما انتوا حابين، احمر او اخضر او اصفر كله هيليق، او ازرق، بس انا كنت حابة ان انا اجيبه يعني باللون الاصفر. هنبتدي يعني نلزق بقى كده بالشمع اهو، سهل جدا والله. وبصراحة الزينة نازلة السنة دي بأسعار عالية جدا، ان شاء الله بإذن الله. استنوني برضو في الفيديوهات مع بعض، هنلزق برضو تحت كده. هناخد بقى الحلقة اللي بعدها اللي هي أصغر شوية، وبرضو هنيجي كده برضو في النص، نسيب بس مسافة بسيطة، نمشي كده نحط هنا كده. نبتدي برضو نسيب مسافة تانية، وناخد الأصغر خالص، وبرضو نحاول كده نعملها في النص كده عشان كده تكون واضحة لكم. هنبتدي بقى ناخد الحلقات التانية، نبتدي برضو بالكبيرة اللي فوق اهي، ونبتدي نلزقهم على اللي احنا لازقين فيهم شريط الستان برضو بمسدس الشمع اهو زي ما انتوا شايفين كده. هناخد كده برضو اول حلقة، وهنمشي بمسدس الشمع على الحلقة اللي تحت اللي احنا لازقين فيها شريط الستان، ونبتدي نحط التانية عليها، كل واحدة نحط عليها نفس المقاس بتاعها اللي احنا عاملينه بقماش الخيامية. كده انا خلصت كل الحلقات عشان مش عايزة اطول عليكم الفيديو اهو زي ما انتوا شايفين كده. نيجي بقى في نص الشريط الستان، ونبتدي نلزق بقى الشكل اللي احنا قصينه. طبعا الشكل بقى ده زي ما انتوا عايزين، عايزين تحطوا فانوس، نجمة، هلال، برضو بالالوان اللي انتوا حابينها. هنمشي كده على ورق الفوم كده بمسدس الشمع، ونبتدي نلزق. انا هلزق فوق نجمة، وفي النص هلال، وفي اخر واحدة تحت نجمة تانية اهو. هاجي بقى على اخر حاجة واجيب بقى الفانوس اللي انا برضو قطعته بورق الفوم الاخضر، همشي عليه برضو كده بمسدس الشمع، وهلزقه على اخر حتة في شريط الستان تحت. اهو انا كده عملت نجمة فوق وهلال في النص، والفانوس زي ما انتوا شايفين كده كان هو اخر حاجة
نازلة تحت كده. فرع الزينة بتاعنا اتعمل، ما خدش مننا وقت وما خدش مننا اي تكلفة، واحسن ما نروح نشتريه من بره. انا بقول لكم انا شفت سعره غالي، ده كده كان شكله النهائي اهو، جميل وشكله شيك، وممكن نعمل اكتر من واحد نعلقه في كذا حتة. اتمنى يا رب ان شاء الله النهاردة يكون فيديو النهاردة كده يكون عجبكم، يكون نال رضاكم. ما تنسونيش في اللايك والشير علشان نرفع الفيديو والفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. ولو انت عندي لاول مرة دوس على زر الاشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير.